يتوج بلقب البطولة الوطنية. كيف كانت ردة فعل ديال بادو زكي من بعد هذا التصريح وانتم بجوج ربما ولاد سيدي قاسم؟ وأولا أنا من الأخلاق تاعي ما كنبغيش نجاوب بنادم، كنخلي الناس تميز، لأن عزيز العمري إلا صرح تصريح بهذا الشكل فهو مسؤول عليه. أنا أول حاجة ملي المغرب التطواني فاز بالبطولة هزيت التليفون وعيطت له هو وراسو تفاجأ وهنيته. هذا بالنسبة لي أنا، فعايز أعمل حر يقول اللي بغى، أما أنا فبعيد على هذه المسائل وكنعرف القيمة تاعي، ما غاديش يجي يوريها لي العمري أو يوريها لي شي واحد. والشعب المغربي راه ماشي بليد، راه عارف كل واحد كيحطو في بلاصتو. المستوى ديال البطولة الوطنية جرنا